ولا. طيب انا سالت محمد السالم هل أسلم. انت مرشح الاول وقال لي ايه هل تقدر او تستطيع انك تجاوب نفس الاجابه هذه؟ والله انا اقول له مالك لوا المركز الاول مشروب فنجاله طالع من بخت صدق صدق تصرح على التصريح؟ لا يعني صراحه تشوف انك انت مرشح الاول صدق يعني الاول إيه؟ لا اشوف كصراحه ومنطقيه إيه؟ وبدون مثاليه نعم. نعم ارى ان هناك من هو افضل مني ويستحق المركز الاول لمحافظته على النقاط ولانه ما شاء الله في الرياليتي كذلك قوي. يعني انت تقول ان في منافسه شرسه جدا يعني إيه؟ في وان بغيت اعطيك اسماء اعطيتك اسماء طبعا انا رجل ترى حبيبي انا اعطيك واقول لك ولا افكر عط يا اخي سدم هذا هذا يا اخي والله ورني عضلاتك بالله ورني عضلاتك وقل ابو البايو اي يا حبيبي ما تخم من احد تقول اسماء اقول لك الكوتش طارق ذاك اليوم مسكته قلت يا حبيبي ايش فيك يا رب الكوتش طارق تامر قلت خلاص استغفر الله لا لا مسي عليه بالخير والله عاد والله مسي عليه بالخير وقول احبك بالله ورغم اني ما واجهتك بس اني احبك ابو جيجر كلنا والله نحبك وندعي لك وانا ساجد والله ادعي لك ترى فاح الماء بساعد والله اقول لك وليد الزهراني ايوه انا ارشحه لياخذ المركز الاول يستاهل يا ابو زهر ابو قشره يستاهل طيب يستاهل لان ما شاء الله عنده جمهور والرياليتي كذا قوي محافظ على نقاطه ومحافظ على نقاطه يعني ما شاء الله ما يفوت الصلوات المسابقات وكذا يعني مهتم انه ياخذ المركز الاول مثل غيره من المهتمين انت تشوف انه مهتم مهتم وكذلك حضوره قوي في البرنامج يستحق صراحه نعم يكفي هذا الظهور ترى الظهور اذا طلع ظهورك بشكل جميل ترى يكفيك عن صحيح. المراكز التانية. هذا انا طيب رايح لاحد المراكز قيل وسمعت بان ابراهيم النجاشي اخذ من صفات جدته لانه كان قريب منها جدا رحمه الله جد